غير هاد الروبيني هذا يكون داير شي 7000 درهم ولا كما كتشوفوا كاملهم ابي هنا الديكور هنايا الاخوان مرحبا بارطمه جديده. قبل ما نقوم باي اصلاح في هذه الشقه هاكا تسلمناها غادي نجيبوا واحد الجوله. هذا هو الصالون الاخوان، الصالون داخل حدا الباب. هنايا غادي نقسموا الصالون على جوج، والسيجور غيكون بوحدو والصالون غيكون بوحدو. هنايا غادي نديروا واحد الموبل تي في بالبارداج وبادي الرخام، غادي نديروا ستيكو، غادي نعاودوا البلافويات الجبس، كذلك هذا الكولوار هذا غادي نديروا فيه واحد اللمسه الليزر مع جوان كروليد. عندنا هذه الغرفه هذه النوم، غادي نديروا لها واحد التيكور فيه جداريات في الحائط بالاناره مخفيه وفو بلافو، وغادي نديروا لها واحد البلاكار. بالنسبه للزليج غادي نخليوه هكا، هنا غيكون بلاكار. الزليج تاع الشقه ما غاديش نعاودوه، البلافو غادي نعاودوه. هنا المطبخ هو اللي فيه المشكله الخوت، شوفوا هذا المطبخ قداش اش بغيتي دير فيه، فين هي بلاصه الثلاجه، فين هي بلاصه الماكينه، فين هي داكشي حبس كرف. حنايا غادي نطيحوا هذا الحيط كامل اللي كتشوفوه هنايا في لاصق الرخامه، وهاد الحيط تا هو اللي امامنا هنايا، وغادي نحولو هاد الباب غادي نسدوه، هذا كامل وغيطيح، وهاد الحيوطة اللي هنا غادي يطيحو الخوت، وغادي نشاركو المطبخ مع غرفة. بالنسبة لهاد الشقة فيها ثلاثة الغرف، إلا طيحنا هاد البلاصة كاملة غادي نصاوبو هنا كويزين أمريكان، غادي نديرو قعيدة فلا كويزين، غادي نكبرو الكوزينة وغادي نديرو فيها واحد القعيدة كما كتشوفو. الشراج مغيبقا هما هما، غنركبو ليهم رليدوات إلكتريك. دابا غادي نوريكم الغرفة الأخرى. بالنسبة لهادي تا هي غرفة النوم، هاد الغرفة غادي نديرو ليها فو بلافو سامبل كما كتشوفو، ستالاسيون تلاكليم. هاد البانكو هذا غادي نسدوه، كاينين شي إخوان تيقولك لا البانكو ما تسدوش. هذا شوف دابا هاد البانكو هذا كيدير، وشوف الشراج نتاعو على الجيران، الا قعدتي غير هنا جارك ملاصق معاك، لهذا غادي نستغلو حنايا. دابا بجينا في التراسه الخوت ديال الشقه، هرسنا الحيط اللي في لاكويزين كما شتو، هاد الكويزين شاركناها مع هاد الشومبر هذا باش تولي عندنا كوزينه وفيها صالامونجي وكلشي وبلاصة التلفازة. بالنسبة لهاد الحيوطة هادو الإخوان تيكونو فارقين غير بالياجور تاع ستة، ياجور داكشي بوم سوس. وسطالاسيون تاع التلمة غادي نعاودوها كاملة الإخوان، غادي نديرو سطالاسيون جديدة، هما خدامين بالبي بي ار، حنا غادي نخدمو بالروتيب كما شتو الشامبر. غادي لا كويزين الاخوان شتو قداش ولات دابا، درنا لها فو بلافو بجوان كرو وقسمنا بلاصه لا كويزين من لهيه. هنايا خدامين في البلاطره الاخوان، هاد الغرفه هادي هي الغرفه النوم. انستالاسيون تاع بلومبي تنبارطاجيو معكم بعد اللقطات من الخدمه، حنا خدمنا بالروتيب كما شتو. والزليجه ما غاديش يتعاود تاع الارض، غادي نجيبو خو هاد الجليج وغادي نكملو به، حنت هرسنا الكوزينه بقى داك الفرق. الحمام راه غادي نعاودو ليه الارضيه وغادي نعاودوه كاملو، وغيكون فيه الجاج طرومبي وكلشي. بقاو حتى لخرت لا فيديو باش تستافدو وتاخدو افكار. دابا بجينا في الصباغه الاخوان الفينيسيون، وما تنساوش لي لايك الاخوان. دابا غادي نخليوكم مع النتيجه النهائيه ديال الشقه الاخوان. مرحبا، غنبداو من الباب كما شتو، درنا باب بلانجي تاع تركيا بالتنا. تفضل اخي نوريو الاخوان كما شتو معنا الخوت، درنا هذا الباب تاع تركيا بالتنا. هنا درنا هذا الموبل تي في بالبارداج وبادي الرخام. هنا الديكور هنايا، هنا درنا ستيكو في الابيض الاخوان، تعطي واحد النظرة متسعة تبارك الله. هنا درنا هاد الزواقة تاع الستار
دخلنا واحد اللمسات البلجي. بالنسبه لهنايا درنا فيه ليد حتى الاخوه اللي تيش عليهم دابا الفيديو تيتقاود مع الكاميرا تيبدا تيسيني تيبرز لنا التصوير داكشي علاش طفيناه. هادي بلاصه الكليمه انستالاسيون ديال الكليمه. بالنسبه لهذا هاد الشراجم هادو هما اللي تعطيك الشركه درنا لهم حنا على الماتر ديالهم ولاو تيطلعوا بالضو ما بدلناش الالومنيوم هو والارضيه تاع الدار تسليش. شتو كي ولا الصالون هنا تبارك الله ولا داكشي متلاق ومتسع. الشوفه كي تتبان هنا اللهم بارك هنا الاخوان درنا الديكور هذا تاع الستار بلي درنا واحد لمسات العود الضوء كاين هي تيسين تيسين هي هنا ما سيناش. هاد الضوء هو الخوت كما شفتوا معنا هنايا كاينه هاد الغرفه هادي تاع النوم درنا فيها الديكور بليد تيسيني الديكور تيبدا يسيني ما تنبيعوش برسنا. هنا درنا هاد الاناره مخفيه في الحائط درنا بلاكار هنا كما كتشوفوا كوليس بالنسبه هنا الاخوان تنخدموا على حسب الذوق تاع الانسان كل واش يبغي. هنا درنا الكاش ريدو باش تكون الخاميه غابره الريدو ما تيبانش. هنا درنا بريزات شاشات البلازما البيبان كما كتشوفوا كانوا في الكحل رديناهم في الابيض. غادي نشوفوا معكم دابا المطبخ. المطبخ الخوت هو هذا المطبخ كما كتشوفوا المطبخ كي شفتوا في الاول لا فيديو كان غير هكا. دخلنا حنا هاد الشامبر هنايا ودرنا لا كويزين صغيره دايره ودرنا بلاكارات الرخام درنا جالاكسي. هنا باقي بيكون واحد التريات نازلين وبيكون الكراسه هنا تتشير كراسه بيضرب شي فطير شي حاجه تطريح. وهنا بغات تكون واحد الكليسه وهنا بغات تكون بلاصه التلفاز. هاد الشقه الاخوان فيها ثلاثه الشامبرات ولكن الكوزينه شتو كي كانت في الاول ميته ما كاينش فين تحرك ما هذا. لا كوزينه هي كتشوفوا فيها الاخوان كلها مستغله لاوط ثلاجه هنايا لي بلاك ماشينه لافي الاخوان بلاصه الشوفو درناها هنايا ها هو درنا وري الاخوان بلاصه الشوفو. الشوفو باقي ما راكبش. هادي ماكينات الماء هنا الخوت شتو ماكينات الماء هنا كي تتكون دايره. بالنسبه للكويزين كبرناها وجات فيها ماكينات الماء هنا ماكينات الصابون وتا تحت هاد الرخامه استغلينا درنا فيه مجيرات كما شتو معنا. لاكويزين كلها مستغله هنا لابوبيل هنا الليفي. بالنسبه لهذا الروبين الاخوان هذا الروبين يجي من ميريكان ولصقنا هنا غير هذا الروبين هذا يكون ديال شي 7000 درهم ولا الثمن ديالو في المغرب ولكن عرفتي قداش الثقل ديالو الثقل ديالو راه ثقيل. والزليج هنا درنا زليج كومباكتو 60x60 لازر. المهم بزاف الاخوان ما بغيناش نطولوا عليكم وانتم راه الكوزينه كامله استغليناها. وري الاخوان البلافو ديال الكوزينه لي سبوت الدار كامله مشات بالستيكو. دابا غادي نوريكم هاد الغرفه النوم لي شومبرا كلهم سبغنا لهم البيبان بالابيض. تفضل اخي مرحبا. هنا درنا هاد الديكور هذا بغاو مالين الدار كما كتشوفوا فيه لي طاجيرات جاولة المسائل وفي هاد المرايا بليد. وهنا كاين هاد المجيه جوج مجيرات واحد لتحت وواحد لفوق. هنا درنا الاناره مخفيه هنا باقي بيلصقوا واحد لي زابليك هنايا تيشعلوا في الضو وحده هنا وحده هنا. هذا بانكو هاد البانكو هذا هو اللي كان بانكو الخوت رطينا دريسين كما كتشوفوا كاملهم ابي ها المجيرات ها هما.
الدريسين كاملهم ابيض الاخوان. الطوماتي سينيج ما تنحملش الاخوان نصور لكم شي فيديو ويبقى الطوماتي برزت هو زاكي ملي تتقود مع الكاميرا تيبدي يجي يجيك ما تنحملش نصوره بهذه الطريقه تنضطر نطفي الضو وانتم هنا التعلاق. المهم هاد الدريسينغ هذا راه شتوه كي كان بزاف الاخوان تيقول لك على البانكو ما نخليهش على البانكو هو فين المتنفس. هاد البانكو هذا راه تيشوفيه في الناس ومقريبه ديك لاكور الا خليتيه كاع بيبقى الانسان تيشوف لك في محلك فهمتو كيفاش داكشي الا استغليناه هنا هكا. المهم هاد الديكور هذا راه حنا راه غنخدمو على حسب الاذواق. الموديلات تيقول لك مول الدار جي ليا هنا جي ليا هنا كل واش يبغي. اجي نوريو الاخوه الحمام تفضلوا معنا الخوت. الحمام هو هذا باكيت بروفيل ليد درنا لي نيشات درنا لي نيشات الاخوان تروا اينيش هنا درنا هذا الموبل هذا كما كتشوفوا معنا. هنا الطواليت سي سبونجي هاشاكم الاخوان. هنا درنا الجاج ترومبي شتو الدوش كي كان في الاول. وهنا الرشاشة هي كما كتشوفوا الكانيفو درنا ليه زليج تاع متر وعشرين على ستين متر وعشرين على ستين تيكون الدوش غير صغير تيبان لك كبير تبارك الله. ونوريكم الصالون نشعلو لكم الضو واخا الضو تيسيني نشعلو لكم الضو هنايا. وري الاخوه ليد ما بغيتش نخليه شاعل حيت شتوه كي تيجي هاد الشيء علاش ما تنبغيوش. هو راه زاكي مع العدسات الكاميرا تتقاود معاه تيبقى تيسين. وما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم كيف تجيكم الخدمه في لي كومونتير واللي خصاتو شي حاجه مرحبا الاخوان. يصيفط لنا اي ميساج في الواتساب بزاف الناس تيسولونا على الثمن. هذا الثمن تعليقات مثلا عندك بغيتي تعرف الثمن بغيتي تصور فيديو للشقه ديالك تصيفطوا لنا مع العبارات في الواتساب وحنا نقترحوا عليك موديلات ونعطيوك الثمن. وتحياتي.